والكلمة الطيبة ترد بأحسن منها. أود شكر مؤسسة القائد الآخر للتميز على جهودي المبذولة لأجل دعم جيل المستقبل بمساهمة كل هذه الطاقات التربوية التي تستحق منا كل احترام وتقدير. وأود أيضا شكر المؤسسة بطاقمها اليقظي والواعي على سخائها وهي تختارني اسما صغيرا بين نخبتي هذه الأسماء العالية لتكريمها. شكرا للجميع. شكرا لكم. شنو تمثل لك التكريم في هذا اليوم من مؤسسة القائد الآخر؟ هو صراحة تشجيع كبير، مع أنني بصراحة كنعتبر راسي أنني لازلت صغير على التكريم في مساري الإبداعي وفي مسار الشعر، وكاين هناك أسماء كبيرة، وكنت كنتمنى نقول هذه الكلمة فوق الخشبة، نقول أن التكريم هذا يستحقه النساء الفاضلات ديال التعليم، النساء اللي عطاو بزاف، النساء العاملات اللي عطاو بزاف. انا لازلت صغيره على التكريم. هذا هو رايي ديالي. على السيد سعيد حسان لتسليم الدكتور هذه الجائزه. زيديا كنت تجيب عاجة جلارون واحد المدير خصنا ندخل الكسب في الوقت كان أقول له أصاق وفي الضيعة الله يبارك ما فيهاش كنت أسف ما جبتش المسخة معايا ونسى فالي كلها مسجد. أنا خذ الرقم ديالك وقف اتصال من التوفيق لهذه المؤسسة إن شاء الله، ونتمنى شي نهار نلقى منهم بعض التلاميذ اللي يكونوا حتى هما دي كوموندون دو بور، وإن شاء الله يلتمسوا هذا الميدان اللي راه محتاجة ليه بلادنا وبلادنا. شكرا. وأنادي على السيد حسن مراب فانا بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها المؤسسة، فليتقدم تحت صفيقاتكم الحارة ويتسلم هذه الجائزة نيابة عن كل أعضاء وكل أطر المؤسسة السيد رئيس مؤسسة القائد الآخر مريم التميز السيد يوسف الغازي. ونشكر بذلك كل مواطني الجهة، جهة درعة فيلالت، على الاهتمام، ونتمنى الحظ السعيد والتوفيق لمؤسسة القائد الآخر المغربي للتميز للنهوض بهذه الجهة على الصعيد الوطني إن شاء الله بحول الله. والآن أدعوكم حفلة شاي ختاما لهذا الحفل.